فبدل ما تقول انا ومحمد مي اند محمد ده غلط هتقول محمد اند اي كابيش يعني هاي جايز واتس اب اهلا بيكم في اول حلقه من رايتنج وذ حسين في حلقات رايتنج وذ حسين هنغطي كل قواعد الجرامر اللي في الانجليش كله لازم لما تيجي تكتب جمله لازم تكتبها جراماتيكلي كوركت ده مش مهم قوي في الليسننج ولا في الريدنج ولا في السبيكنج في بقيه المهارات ولكن مهم قوي قوي لما تيجي تكتب انك تكتب جمله متكونه صح تابع كل اسبوع ان شاء الله يوم الثلاث حلقه جديده من حلقات رايتنج وذ حسين كل اللي عليك تعمله انك هتشوف القاعدة اللي انا هشرحها وتحاول تطبقها على امثلة من دماغك بس وترميها مش محتاج تكتبها ولا محتاج تعمل اي حاجة لما تيجي تكون جملة بعد كده هتفتكر القاعدة بسرعة جدا 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 وهتعرف تكون جمل بسهولة I hope you have fun انا حسن عواد and you're watching an English break الجرامر هناخده واحدة واحدة بس خلوا بالكو الفيديوهات هتفيد كل المستويات سواء انت لسه بتبدأ في الانجليش او انت مستواك حلو قوي في الانجليش لو انت لسه بتبدأ هتستفيد انك هتعرف تكون جملة لو انت مستواك عالي هتعرف تريكات جديدة انك تكون جمل بسرعة تابعوني اول حاجة هناخدها في الانجليش يعني ايه am ويعني ايه is ويعني ايه are عارفين لما يقولك في وجهان لعملة واحدة هدوم تلات اوجه لعملة واحدة هما الفعل يكون الفعل يكون ليه تلات صور في المضارع يا إما am يا إما is يا إما are قبل ما نقول إمتى بيجوا لازم تعرف إن في الضمائر سواء في العربي في الإنجليزي في الياباني في سبع ضمائر بيتحصر فيهم الكلام وهم أنا يعني I he يعني هو she يعني هي it لغير العاقل المفرد أو غير المعدود we يعني نحن they يعني هم ويو يعني انت بس مش هتلاقي غير دول فمثلا لو قلت لك احمد ومحمود طب لو عايز اشيل الاثنين دول هقول هما صح تبقى they طيب الولد قاعد هناك طيب الولد ده هو صح فممكن اشيله واحط هي القطه تتسلق الشجره ممكن اشيل القطه واحط it سو الضمائر اللي بتحل محل الفاعل محل الشخص اللي بيعمل صح كده خلينا متفقين تمام دلوقتي عايز احط am او is او are اللي هي يكون لما تيجي تحطهم بتتغير على حسب الفاعل فاول حاجة هنتكلم عن الجملة المثبتة باستخدام am و is و are الجملة المثبتة باستخدام am و is و are بحط الضمير اللي هو مثلا I وبعدين احط الفعل اللي بيجي وراه am وبعدين احط الـ object او الحاجة اللي عايز اكمل بيها الجملة اوكي So, لو عايز اقول مثلا انا مبسوط هل اقول I happy في العربي انا مبسوط انا سعيد بس في الانجليش لا لازم بص يا جماعه مفيش جمله في الانجليش ما فيهاش فعل لو قلت الجمله حسيتها سليمه لما تيجي تترجمها لقيتها ناقصه فعل حط واحد من am و is و are لو في المضارع لو في الماضي حط was او were تمام يبقى مفيش جمله ما فيهاش فعل تمام So, انا اكون مبسوط I am happy صح؟ هنثبت الباقي عشان ايه تعرفوا احنا بنركز دلوقتي على am و is و are بس تمام؟ So I am happy طيب عايز اقول الولد مبسوط الولد اللي هو he صح؟ فانا احط he واشيل he واحط the boy So the boy هياخد am ولا is ولا are؟ لا هياخد is So the boy او he is happy The boy is happy He is happy الطفل يكون سعيد تمام؟ نيجي لشي يعني هي فمثلا ممكن اقول المرأة البنت الجدة اي حاجة فممكن اقول مثلا the girl البنت او ممكن اقول she is happy هي تكون سعيدة she is happy تمام طيب it لو عايز اقول مثلا ان القطة مبسوطة عشان بتاكل اوكي فممكن اقول the cat is happy او it is happy تمام كده so I بتاخد am he و she و it بتاخد is you و we و they بياخدوا are so you are happy انت مبسوط لا يا عم انا زعلان ايش فهمك انت تمام لا انت مبسوط you are happy انت مبسوط او انت تكون سعيد طيب احنا مبسوطين طب عايز اقول احنا ممكن اقول مثلا صحابي وانا my friends and I خلوا بالكم دي حته للادفانس شويه لما تيجي تتكلم تقول انا وصحابي
انت بتقول بالعربي انا واصدقائي، في الانجليش بتبدلهم للاحترام، بتقدم الناس على نفسك، so my friends and I. فما تقول انا ومحمد، me and محمد، ده غلط، هتقول محمد and I. كبيش؟ يعني قشطة، امين، اتفقنا، وصلت. So لو قلت you are happy، طيب they، تبقى they are happy، هم مبسوطين. طب we، احنا، تبقى we are happy. تمام؟ ودي كانت الجملة المثبتة. هناخد دلوقتي الجملة المنفية بتاع باستخدام نفس الثلاث أفعال. الجملة المنفية أسهل حاجة في العالم، am و is و are، وتحط وراها not، يعني لا، ليس، أوكي، بتنفي الفعل، نطقها مش not. عارف لما مثلا هتروح النادي النهاردة؟ هروح النادي. عارفين دي عندنا بالمصري، يعني تبقى اوكي، معرفش بقى بلغتكم تبقى ايه، كل واحد يكتبها في الكومنتس حسب لغته يعني ايه. تمام؟ so تبقى not. so هتحط الفعل، وبعدين احط am او is او are زي ما قلت لك، وبعدين احط وراها not، وبعدين تكمل الجمله. اوكي، فباستخدام نفس الامثله بتاعتنا بتاعت happy، so انا لا اكون مبسوط، so I am not happy، he is not happy، she is not happy، it is not happy، you are not happy، they are not happy، we are not happy. تمام؟ سوف تحط not جنب الفعل بالضبط، وراها وقبلها الفعل. تمام؟ اللي عليك سهل جدا انك هتكتب بس الجمل اللي انا بقولها كتابة، عشان بعد كده تبقى تفتكرها بسهولة. يبقى كده خدنا الاثبات، وبعدين خدنا النفي. ناخد السؤال. طيب السؤال اللي هنعمله ايه؟ خدنا الاثبات ان انت بتحط الفعل وبعدين الفعل وبعدين تكمل الجملة. السؤال سهل جدا، السؤال بهل، ادوات الاستفهام هناخدها في فيديو لوحدها، انا بتكلم ان انت عايز تقول هل. سو هتاخد الفعل اللي هو am او is or are وتحطه قبل الفعل. سو بدل ما اقول مثلا I am late، انا متأخر، انا اسف، فانت عايز تسأل هو انا اتأخرت، فبدل اقول I am late هتعكس، هتجيب الفعل قبل الفعل، am I late، am I late، هل انا اتأخرت. تمام؟ he is late، هو اتأخر. طب عايز اسأل هل هو تأخر؟ سو هتحط is قبل he، تبقى is he late، is he late، هو اتأخر. برضو نفس الحاجة ل she، is she late، is she late، هل هي تأخرت. تمام؟ طيب القطة تتسلق الشجرة، the cat is climbing the tree، the cat is climbing the tree. طب عايز اقول لك هل القطة تتسلق الشجرة؟ so is the cat climbing the tree، is the cat climbing the tree. تمام؟ so هل القطة تتسلق الشجرة؟ ماشي. الجملة اللي بعدها you are afraid of dogs، انت بتخاف من الكلاب. عايز اسأل هل انت بتخاف من الكلاب؟ هتجيب are قبل you، are you، وتكمل الجملة عادي جدا، are you afraid of dogs، are you afraid of dogs، هل انت بتخاف من الكلاب. they are at the club، هم يكونوا في النادي. عايز اسأل هل هم في النادي، او عايز اسأل هل اصدقائي موجودين في النادي، my friends are at the club. خد are قبل friends، are my friends at the club، are my friends at the club، هل اصدقائي في النادي. تمام؟ we are having fun، احنا بنستمتع بوقتنا. عايز اسأل هل احنا بنستمتع بوقتنا، are قبل we، are we having fun، are we having fun، هل احنا بنستمتع بوقتنا. ودي كانت خلاصة حاجة هتحللك حاجات كتير قوي في الانجليش، انك تعبر عن نفسك باستخدام am و is و are في المضارع والنفي بتاعهم والسؤال بتاعهم. كل اللي عليك انك تحط 7 جمل اثبات، 7 جمل نفي، 7 جمل اسئلة، بس كده. وهناخد ادوات الاستفهام التانية، اين ومتى وكيف، في فيديو تاني. هيبقى فيه في اخر الفيديو اسئلة على اللي انا شرحته، حاول توقف الفيديو وتحل الاسئلة دي وبعدين هحلها بعدها على طول، كمل الفيديو هتلاقيها محلولة بعدها على طول. تمام؟ اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واي حد محتاج اي حاجة ممكن يسيب لي كومنت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتفعلوا النوتيفيكيشن، زر الجرس، عشان يوصلوكم كل جديد. ان شاء الله استنوا بكرة حلقة حلوة جدا عن التحدث وازاي تتكلم حلو قوي. Thank you for watching، كان معكم حسين عواد.